السلام معكم عبود ماكسينج ومقطع جديد. خذ لك سناك أو أي شيء تحب تشربه ومشاهدة ممتعة ويلا ها. هذا القصة من القصص اللي صعب تصدق إنها واقعية من شدة غرابتها ومن الأحداث اللي حصلت فيها. أنا مجرد سارد لأحداث القصة. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. حط السماعة وطفي الضوء ويلا بدينا. تبدأ القصة من عند شخص اسمه محمد، وكان محمد مشهور نوعا ما في الماسنجر والفيسبوك. يقول محمد: لما نزلت بوست على صفحتي الشخصية بطلب من المتابعين اللي عنده حكاية أو قصة أو أي شيء مرعب يحكي خاص، وأنا بشوف أفضل القصص وأخذها وأحطها في الستوري. ولكن رسائل كثير وصلت لمحمد، إلا أن هذه القصص ما كانت ملفتة لمحمد، إلا قصة واحدة في آلاف الرسائل كانت هي أغرب الرسائل هذه. ويقول صاحب الرسالة: السلام عليكم يا محمد، أنا واحد من متابعينك ودائما أحب متابعتك وما أفوت أي قصة من القصص اللي قاعد تسويها، بس أنا عندي لك قصة وحبيت أتفاعل معك وأعطيك القصة، وأتمنى ترد علي، وإذا رديت علي عندي قصة وبتكون أنت البطل فيها، إذا كنت موافق أتمنى تقول لي تم وأعطيك القصة كاملة. محمد والله تساهل بالموضوع وقال عادي، خلينا نشوف يمكن نطلع بقصة حلوة. ويا ليته حتى ما صدق ولا رد على هذا الشخص أساسا. رد محمد على هذا الشخص: مستعد، أرسل قصتك. وبعد ساعات رد عليها الشخص وقال له: بسم الله، أنا ببدأ القصة، وقبل لا أبدأ القصة بقول لك إيش بيحصل قدام. قال له: يا محمد، أنت والله شخصية رئيسية لهذه القصة، وبتكون القصة هذه واقعية 100%، فأتمنى ما تتنرفز من كلامي أو يصير أي خلافات بيننا. قال له محمد: طيب أوكي، ابدأ في القصة. بدأ الشخص يكتب، وأعصاب محمد على أحر من الجمر، لأنه مستغرب كيف يقول أنت الشخصية الرئيسية في القصة. وطبعا ما قال له أنت الشخصية الرئيسية بس، قال له أنت وأهلك بعد الشخصيات الرئيسية في هذه القصة. فمحمد كان هذا الشيء ناكزة ومعطي خوف في قلبه. أرسل الشخص هذا رسالة وكان محتواها: بنطبق هذه القصة خلال أسبوع بس، بيموتوا أهلك كلهم وحتى أنت بذاتك بتموت معاهم، بس أنت بتشوف كل الأحداث وبعدين بتموت آخر شيء. في الأول بيموت أبوك حسن على سهرتكم اليوم اللي بتسووها بعد ما يرجع أبوك من الشغل، بتسووا سهرة وبتسهروا على مسلسل بالطو. فجأة أبوك بيصحى من النوم مخنوق ويمسك صدره عشان حاسس بضيق، بيحاول ينزل من على السرير لكن أول ما يقوم بيطيح على الأرض ميت. محمد انصدم من هذه الرسالة ومن محتواها، وقال هذا الشخص مستحيل يكون بعقله، هذا الشخص مجنون. ومحمد كأي شخص عادي ما تقبل الكلام هذا أبدا، فدخل عادي على معلومات المحادثة وعطاه بلوك مثل أي إنسان عادي، لكن الصدمة بتحصل بعدين. عدى محمد يوم عادي لين جات الساعة 4، روح أبوه حسن من الشغل، دخل البيت وقال بينام شوي. بالفعل نام أبو محمد من 3 إلى 4 ساعات لين جاء وقت السهرة. وبالفعل لما كانوا يتعشوا كان يقول أبو محمد: قلبي قاعد يوجعني. فمحمد وقتها دخل في دوامة تفكير وكان خايف يكون كلام الشخص اللي قاله حقيقة. قام محمد يقول نفسه: أنت مش مجنون عشان تصدق كلامه، هذا إلا مجرد شخص يعطي نفسه هيبة وكاريزما ومدري إيش. فعد الكلام عادي وخلصوا عشاء. بعدها فجأة قام أبو محمد: أنا جبت اليوم مسلسل بالطو بنتفرجه اليوم. والصدمة هنا لأن صاحب الرسالة قال بتشاهدوا مسلسل بالطو، وبدأت الأحداث تتطبق زي ما قال صاحب الرسالة المجهول. بدأ محمد يقلق أكثر وأكثر، وكلما جاء موعد النوم كان القلق فيه أكثر وأكثر. خلصوا مشاهدة المسلسل على الساعة 10:30 ودخلوا كل واحد لغرفته، وكان منتظر محمد على أحر من الجمرة الساعة 11. حد الوقت وجات الساعة 11 بالضبط، وفجأة على الساعة 11 تماما تجيه رسالة من شخص مجهول على الاس ام اس تقول له: الحق أبوك بيموت.
وفي نفس الوقت اللي وصلت الرسالة محمد سمع أمه قاعدة تصرخ: محمد بسرعة الحق أبوك بيموت.